ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فكرتنا النهاردة هنعمل ماكيت او مجسم الكمبيوتر او الحاسوب. فكرته سهلة بسيطة جدا. مكوناته هنعمل القاعدة والشاشة ولوحة التحكم ولوحة المفاتيح والسماعات والماوس. فكرته سهلة بسيطة جدا ومش مكلفة، وبخامات كلها موجودة عندك في البيت. ويلا بينا نبدأ الفكرة. اول حاجة معانا لوحة النصبيان، دي اللي هنعمل منها القاعدة او زي الترابيزة كده اللي بيكون هو موجود عليها. اي كراتين موجودة عندك في البيت، اي او اي قطع موجودة من الكرتون انت هتقدري تجمعيهم. اي حاجة متوفرة عندك هتشتغلي بيها، حتى لو كرتونة واحدة كبيرة، ونقسمها ونجمع منها الاجزاء اللي احنا محتاجينها. تاني حاجة معانا هنحتاج الفوم. انا هستعمل فوم سادة للقاعدة، معايا الفوم البني ده، هستخدمه كده للقاعدة بتاعت الكمبيوتر، وفوم اسود عشان الشاشة ولوحة المفاتيح، والشمع والقطر والمقص. وهاجي كده، اول حاجة هعملها هاجي على الاطراف بتاعت لوحة النصبيان، وهعملها بدوران خفيف كده اللي هو تديني شكل ترابيزة او المنضدة. حابة برضه اقول لكم، لو النصبيان ده مش متوفر عندكم او مش موجود، تقدري تستخدمي كرتون يكون متين شوية، او حتى لو كرتونة معاكي سمكها مش كبير وتكون خفيفة، تقدري تلزقي بالشمع طبقتين فوق بعض وتخليها سمكها عالي. وممكن كمان تستخدمي نتيجة، ظهر النتيجة بيكون متين جدا وبيكون احلى كتير من النصبيان. كمان لو متوفر عندك نتيجة اشتغلي بيها. هنا بقى سيح الشمع بتاعي كويس قوي عشان لما اجي الزق الفوم بتاعي ما يكونش فيه اي شمع بارز تحت الشمع او بين الشمع واللوحة بتاعتي، بحيث ان انا لما اجي اثبت بعد كده الاجزاء بتاعت الكمبيوتر بتاعتي تكون كلها متساوية، ما يكونش فيها حاجة مايلة على جنب. هثبت كده جزء بجزء واضغط عليه بايدي وامشي الشمع كله على لوحة النصبيان، وخلاص غلفتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وما فيش فيها اي بروز او اي اجزاء من الشمع تكون مكعكلة. هنا معايا العلبة دي، كانت عندي علبة الكشاف، ممكن تستخدمي علبة لمبة كبيرة، او طبعا زي ما قلتلك اي كرتونة تقدري تتحكمي فيها. لو مش متوفر عندك علبة زي دي او حاجة قريبة منها، بتجيبي 4 اجزاء كرتون مستطيل وتعملي الشكل اللي انتي حباه والمقاس اللي انتي عاوزاه، بتقصهم كلهم بمقاس واحد، وبعد كده بتجيبي قطعتين مربعين وبتقفليها من فوق ومن تحت. وبنيجي بقى بالفوم الاسود زي ما انتوا شايفين كده، بنسيح الشمع على الكرتون وبنلف الفوم الاسود على لوحة التحكم كلها، بحيث انها تديني شكل يكون قريب جدا للشكل الحقيقي. انا ماشية معاكم خطوة خطوة، مش هقص اي حاجة من الفيديو، لان اللي طلب مني فكرة الماكيت دي بنوتة في اولى اعدادي، وقالت لي انا حابة اني انفذ الفكرة. هي شافتني عاملة، كنت عاملة لطالبة زميلتها، قالت لي انا حابة انفذ الفكرة لوحدي، عرفيني اعملها ازاي. انا لما شرحت لها بصراحة قالت لي الموضوع صعب جدا، قلت لها الموضوع مش هياخد في ايدك اي حاجة وفكرته بسيطة، فوعدتها ان اعمل الفيديو ده. ويا رب الطريقة تكون سهلة معاها وتقدر تنفذها كويس وتعملها احلى بكتير كمان من اللي انا هعملها دلوقتي معاكم. هنا خلاص انا غلفتها وهشيل الزوايد بتاعتي من الفوم عشان اقدر اغلف الجزء اللي فوق من لوحة التحكم. اي فوم زايد بقصه كده وبشيله، وهجيب قطعة فوم مربعة بنفس مقاس الجزء اللي عندي لسه ما تغلفش.
ويلزقها بالشمع كويس، واقص الزوايد بتاعتي زي ما عملت في الجوانب. اي زوايا بنشيلها بحيث ان الشكل يكون متناسق ومتساوي معايا، ما يكونش فيه اي حاجة زايدة في الشكل بتاعي. وطبعا انا ما غلفتش الجزء اللي تحت لان ده اللي انا هثبته على القاعدة، فمش محتاجة ان انا اغلفه. هنا معايا قطعة كرتون وطبعت الويندوز في مكتبة، في اي مكتبة هتروحي تطبعيها تقريبا ب2 جنيه عشان تطبعيها ملونة. انا طبعتها وطبعت شكل لوحة المفاتيح، وهبدأ كده ثبتها على الكرتون. لو مش هتقدري مش هتعرفي تسيحي الشمع كويس عشان ما تكونش بارزة معاكي، ممكن تستخدمي الغيرة بتخففيها بشوية مية بتمشيها كده على الكرتون وتلزقي عليها الورقة. هنا الكرتونة بتاعتي كانت خفيفة شوية لأنها كانت كرتونة بتاعة البيتزا، فكانت سمكها خفيف، حسيتها كده مش هتبقى ماسكة نفسها لما اجي اثبت الشاشة بتاعتي، فخليتها من جزء اللي هو حطيت عليها، اخدت نفس المقاس على كرتونة تانية ولزقتها. وهنا قصيت شرايط كده من الفوم الاسود بنفس المقاس اللي كان فاضل بين الويندوز وبين الكرتونة. طبعا احنا بنخلي عرض الكرتونة وطولها ازيد 1 متر او 2 متر من الصورة اللي احنا مصورينها، بحيث ان انا لما اغلفها تديني الشكل مظبوط اللي هو شكل الشاشة. هبدأ كده اثبت الفوم الاسود بتاعي. اهم حاجة تكوني قصة متساوي، ما يكونش فيه حتة زايدة وحتة داخلة وحتة طالعة. لو مش هتقدري تظبطي الشكل بتاعه تعملي المستطيل مظبوط، تقدري تحددي بالمسطرة. هتقيسي مثلا عرض 2 سنتي من الطرفين وبالمسطرة كده، وبتاخدي خطوط وبتقصي على الخطين اللي انتي حددتيهم بحيث ان الشكل يكون متساوي ومتناسق. وزي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات كتير ليا، ان الاهم من الشغل نظافة الشغل وتشطيبه، في النهاية يديني شكل جمالي. هنا باخد المقاس بتاع الجنبين دول بتوع الطول واي زوايد بقصها، وبساوي الشكل زي ما قلت لكم زي ما عملت في الجزئين التانيين. وهجيب الشمع واثبتهم وخلاص بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كمان انا عملت خطوة الظهر، طبعا كان كرتون فانا ما حبيتش ان الشكل يكون واضح كده، والفوم الاسود ما كملش او ما كفاش اني اقدر اغلف بيه الظهر لاني محتاجة لسه في بقية الشغل. فكان عندي لوحة، اللوحات العادية لوحة تقريبا المتر فيها ب3 جنيه، ما اخدتش غير جزء بسيط غلفت بيه الظهر وكانت لونها قريب للون الشاشة. هنا هبدأ ازين معاكو شكل وحدة النظام. هبدأ اعمل لها الزر الكبير بتاعها اللي بيكون موجود فوق معايا. هعمل دايرة كبيرة شوية من الفوم الابيض، واقص دايرة تانية باللون الاسود تكون اصغر منها شوية، وهثبتهم على بعض. اشيل بس الزوايد بتاعت الشمع اللي معايا، وهجيب جزء من الفوم الابيض وهبدأ برضو اكمل زينة الوحدة بتاعتي او وحدة النظام او وحدة التشغيل زي ما انتوا بقى بتسموها. هقص كده شرايط من الفوم الابيض، 3 شرايط مستطيل بنفس المقاس، وهلزقهم تحت بعض. وبعدين هقول لكم دلوقتي هنزينهم ازاي او هنكملهم ازاي بشكل الكمبيوتر الحقيقي.
هنا هجيب شريط رفيع كده طويل من الفوم الاسود بنفس عرض المستطيل، وهبدأ اثبته كده. وتقدري لو في قلم دوكو اسود او قلم لوحات تعملي بس خط كده عريض في النص، هيكون كمان الشكل احلى بكتير. وكده حددنا مكان الاسطوانة. هبدأ اقص شكل الزراير، هعمل كده حوالي 5 أو 6. هنا قصيت 3 زراير بنفس الحجم، وهقصهم هسويهم بشكل مستدير وهلزقهم على الشريط بتاعي الأولاني. طبعا كده الشكل بان معاكو أكثر، والفكرة بتاعتنا بقت أسهل بكتير. هقص 2 زراير زي اللي أنا عملتهم فوق بس أكبر شوية، وهحطهم كده على المستطيل التالت معايا على الأطراف. وبكده خلاص وحدة النظام بتاعتي اكتملت، أو أنا خلاص خلصت شكلها وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا معايا علبتين علب أدوية فارغة، هعمل منهم السماعات بحيث انهم يكونوا نفس الطول ونفس المقاس، وتقدر تستخدمي اي كرتون زي ما قلتلك وتقصيهم بنفس الحجم اللي انت عاوزاه. انا حبيت اغير لون السماعات بحيث ان ما يكونش الماكت كله باللون الاسود. هنا عندي فوم احمر جليتر، فهبدأ كده اخد مقاس العلبة بتاعتي او الكرتونة اللي انا هغلفها، وهقص بنفس المقاس. الفوم اللي عندي ده فوم لاصق، فانا مش هحتاج معايا الشمع. هبدأ كده اشيل طرف اللزق بتاعي وهثبت العلبة والفها بنفس الشكل اللي لفيت بيه بوحدة النظام. انا بسحب الورقة من على الفوم، الورقة اللاصقة اللي في الظهر، وبلف معايا الكرتونة بتاعتي او العلبة اللي انا بغلفها بحيث ان الشكل يكون متساوي ومظبوط، وبتكوني بتشد كويس وانتي بتعملي الشكل بتاعك. وطبعا الافضل انك تقصي كده على الورق لان الفوم بيلزق في المقص وبيبهدلك الدنيا. كده خلاص انا غلفت الاولى، هغلف بقى التانية. هجيب جزء مربع اغلف بيه الشكل من فوق، وزي ما عملت برضو قبل كده من تحت بسيبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مش مغلفاها لاني هثبتها على القاعدة فمش هتبان، ولو حابة تغلفيها عادي مفيش اي مشكلة. كده خلاص انا خلصت السماعات وهدخل على لوحة المفاتيح بتاعتي. طبعا نفس الصورة انا مصوراها مع الويندوز في المكتبة، الصورة ب2 جنيه. وهنا كانت معايا علبة كده غطا علبة شوز، كانت طبعا عريضة فأنا أخدت نفس المقاس بتاع اللوحة وبزيادة 0.5 سنتي من الأطراف، وسويت الشكل وعملت شكل مستطيل زي ما انتوا شايفينه. وهبدأ بقى أثبت اللوحة بتاعتي على العلبة المستطيلة. طبعا زي ما قلت لكم نكون مستريحين الشمع كويس بحيث ان ما يكونش فيه اي حاجة بارزة تحت الورقة بتاعتي. هبدأ اغلف الجوانب بالفوم الاسود. اي فوم متوفر عندك لاصق او فوم سادة او فوم عادي بتلزقي بالشمع. برضو لو الفوم الجليتر ده مش متوفر عندك ومتوفر فوم سادة بنستخدمه. موجود ورق او لوحات نصبيان بتستخدميها، المتوفر عندك استخدميه مش هنعطل نفسنا على حاجة معينة. اي حاجة مش موجودة ولها بدائل بنشتغل بيها.
خلاص انا خلصت شكلها كده، غلفتها كلها وقصيت بس 0.5 سنتي، عملت برواز للوحة من فوق وكده شكل اللوحة خلاص خلصت معايا. نشوف بقى هنعمل ايه تاني. هبدأ اشتغل على القاعدة بتاعة الشاشة دي، علبة جبنة بيرزيدون اللي هي دورين فوق بعض بحيث ان سمكها يكون عالي. ولو مش متوفرة عندك تقدري تستخدمي علبة تونة، برضو لو مش متوفرة تقدري تستخدمي اي علبة مربعة، مش شرط تكون مستديرة. ولو عايزاها مستديرة تقدري تقصيها على الكرتون وتظبطي نفس المقاس اللي انت عاوزاه. خلاص يا بنات انا معايا العلبة دي، جيت كده من مكان الغطا، كان الغطا بتاعها اتقطع، حطيت قطعة من الكرتون بنفس نفس عرض الدايرة بتاعة العلبة وثبتها كويس، وغلفتها بالفوم الاسود زي ما انتو شايفين، وبرضو سبت القاعدة من تحت من غير تغليف لاني هثبتها على القاعدة او المنضدة بتاعتي. هنا كان عندي جزء مربع كده غطا علبة كرتون برضو تقريبا كان جاي فيها حلقة اكسسوار، كانت علبة مستطيلة وكانت متينة شوية، فانا حبيت اني استخدمها للماوس. قصيت مستطيل عرضه طوله اطول شوية من العلبة بتاعتي او الكرتونة بحيث ان يكون في طرف كده اعمله مستدير زي ما انتو شايفين الشكل قدامكو، وهجيب قطعة من الفوم الأحمر نفس الفوم اللي استخدمته على السماعات وهثبته كده على طرف الماوس، وهاخد نفس الدوران بتاع الماوس بتاعتي أو اللون الأسود اللي عملته دوران تحت. هنا أنا غلطت غلطة بس إني شلت الورقة كلها من على الفوم، والفوم طبعا لاصق فبيلزق معايا في المقص وبيبهدل الدنيا، بس ان شاء الله هقدر اظبط الشكل معاكم. كده خلاص انا ظبطته، وهشيل بقى الزوايد اللي في المقص معايا. هجيب شريط رفيع كده من الفوم الاسود وهبدأ اعمل الفاصل بتاع الماوس بحيث اني احدد اقدر احدد بيه زر التشغيل الايمن والايسر، وهثبته كده بالشمع. ولو في زوايد معايا بقصها واقص الزوايد بتاعتي، وكده خلاص شكل الماوس برضو انا خلصته. ولو حابة تعملي شكل زي الفيشة او السلك بتاعه، بتجيبي شريط برضو من الفوم الاسود ومن تحت كده بتثبتيه في الماوس وبتوصليه بالشاشة بتاعتنا. هنا بقى هبدأ ألم الأجزاء بتاعة الماكت، هجمعهم كلهم مع بعض. أول حاجة أثبت الشاشة بتاعتي، هحط كمية كده من الشمع في نص الشاشة من تحت وأثبتها على القاعدة. اللي عملته بس زيادة، قصيت ثلاث زراير بنفس المقاس صغيرين كده اللي هما بتوع الشاشة، وزر التشغيل بيكون مقاسه أكبر شوية، وهبدأ أثبت برضو لوحة النظام كده جنب الشاشة. هنا عندي اسطوانة قديمة كده كانت مركونة عندي في الخامات بتاعتي، انا حبيت احطها بالشكل اللي انتو شايفينه ده، اللي هو تدينا شكل كأنه كمبيوتر طبيعي جدا او كمبيوتر حقيقي. وهبدأ اثبت السماعتين، اثبتهم كده على جوانب الشاشة. وثبت اللوحة بتاعتي، وهنا معايا الماوس برضو هثبتها بنفس الشكل.
وبكده خلاص انا خلصت او جمعت جميع اجزاء الكمبيوتر بتاعي، وبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. فكرته سهلة وبسيطة جدا، وكمان مش مكلفة. استخدمنا فيها خامات كتيرة موجودة في البيت، اتكلفنا بس حق الفوم لو مش متوفر عندك، وكمان الورقتين اللي صورناهم في المكتبة، وطلعنا الشكل النهائي بالمنظر ده. أتمنى الفيديو يعجبكم،